نفسك؟ انا زي ما المجلس العسكري بيقول انا البلطجي محمود اللي طلعت عشان اشوف دم الشهداء وحق الشهداء، ووجدت يعني كميه بلطجيه يفوق الالف بني ادم متوزعين توزيع يعني غريب، وعلى استعداد تام لاستقبالنا، يعني استقبلونا احسن استقبال بالطوب وبالمولوتوف، وكان معاهم أسلحة نارية، كان معاهم خرطوش، أشكالهم مش من أهل العباسية. أهل العباسية وإحنا في بداية المسيرة كنا بنقول يا أهل العباسية المسيرة دي سلمية، كانوا بيحدفوا لنا أزاز مية ويشاوروا لنا مرحبين بينا وبيدعمونا، اللي كانوا موجودين مش من أهل العباسية، وكانت في عناصر بتقودهم لا تختلف كثيرا يعني عن عناصر موقعة الجمل. اللي حصل ده موقعة جمل تانية، استشهد الشهيد محمد محمود 25 سنة، هو في مستشفى الدمرداس دلوقتي. كان في سكوت غريب من قوات الجيش، كان في بلطجية بيهدفوا علينا طوب وأزاز من ورا قوات الجيش، ما رضيناش ان احنا نبدلهم عشان ما فيش حاجه تيجي في الجيش، ومنعنا اي حد ان هو يهدف. لقينا من جميع الاتجاهات المقابله لمسجد النور بيهدفوا علينا، وجت قوات امن مركزي حامت البلطجيه وكانت درع ليهم، وعملوا نفس اللي كانوا بيعملوه من ورا قوات الجيش، كانوا بيهدفوا علينا من ورا قوات الامن المركزي. ولما حسوا ان احنا بنتفوق عليهم ابتدت قوات الامن المركزي تقذف علينا قنابل مسيله للدموع، ابتدوا يطلقوا عيره ناريه في الهواء، مع زياده التفوق لينا ابتدوا يضربوا العيره الناريه والخرطوش في اتجاه المتظاهرين، مما ادى لاستشهاد الشهيد محمد. اللي حصل دوت دي وقيعه مش قادر اقول مين المتسبب فيها. كل اللي عايزه ان هو حقنا يجي، واحنا مكملين مش هنمشي من ميدان التحرير غير لما ناخد حقنا. اتفضلي اصابتك، طيب معلش الاصابه بتاعت دراعك ايه الاصابه؟ انا كنت لافف علم مصر على دراعي ممكن دقيقه بس بعد اذنك. اتفضلي دكتوره اتفضلي. كنت خد الدواء بس خد الاول الدواء بعد اذنك. خد العلاج الاول. ثواني لو حسيت بأي حاجة تانية ابعت لنا هناك. ماشي قولي بس إصابة رجلك معلش إصابتك؟ إصابة إيدك؟ عندي كدمات كل حتة في جسمي. من الطوب. طب ده جزع ولا إصابة؟ دي دراعي، أنا لو كنت مع اشتداد الضرب لفيت العلم على دراعي، كنت بستقبل الطوب كله على اللي جاي على جسمي وعلى دماغي، بستقبله على دراعي. طب انا اسيبك عشان تشرب، والف سلامه. الله يسلمك. شكرا.